رسالة القديس بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس، الإصحاح الثاني عشر. أنه لا يوافقني أن أفتخر، فإني آتي إلى مناظر الرب وإعلاناته. أعرف إنساناً في المسيح قبل 14 سنة. أفي الجسد لست أعلم، أم خارج الجسد لست أعلم، الله يعلم. اختطف هذا إلى السماء الثالثة، وأعرف هذا الإنسان، أفي الجسد أم خارج الجسد لست أعلم، الله يعلم. أنه اختطف إلى الفردوس وسمع كلمات لا ينطق بها ولا يسوغ لإنسان أن يتكلم بها. من جهة هذا أفتخر، ولكن من جهة نفسي لا أفتخر إلا بضعفاتي. فإني إن أردت أن أفتخر لا أكون غبياً، لأني أقول الحق، ولكني أتحاشى لألا يظن أحد من جهتي فوق ما يراني أو يسمع مني، ولألا أرتفع بفرط الإعلانات. أعطيت شوكة في الجسد، ملاك الشيطان، ليلطمني لألا أرتفع. من جهة هذا تضرعت إلى الرب 3 مرات أن يفارقني، فقال لي: تكفيك نعمتي، لأن قوتي في الضعف تكمل. فبكل سرور أفتخر بالحري في ضعفاتي، لكي تحل علي قوة المسيح. لذلك أصر بالضعفات والشتائم والضرورات والاضطهادات والضيقات لأجل المسيح، لأني حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوي. قد صرت غبيا وأنا أفتخر، أنتم ألزمتموني، لأنه كان ينبغي أن أمدح منكم، إذ لم أنقص شيئا عن فائقي الرسل، وإن كنت لست شيئا. أن علامات الرسول صنعت بينكم في كل صبر بآيات وعجائب وقوات، لأنه ما هو الذي نقصتم عن سائر الكنائس؟ إلا أني أنا لم أثقل عليكم، سامحوني بهذا الظلم. هوذا المرة الثالثة أنا مستعد أن آتي إليكم ولا أثقل عليكم، لأني لست أطلب ما هو لكم بل إياكم، لأنه لا ينبغي أن الأولاد يزخرون للوالدين بل الوالدون للأولاد. وأما أنا فبكل سرور أنفق وأنفق لأجل أنفسكم، وإن كنت كلما أحبكم أكثر أحب أقل. فليكن، أنا لم أثقل عليكم، لكن إذ كنت محتالا أخذتكم بمكر. هل طمعت فيكم بأحد من الذين أرسلتهم إليكم؟ طلبت إلى تيتوس وأرسلت معه الأخ. هل طمع فيكم تيتوس؟ أما سلكنا بذات الروح الواحد؟ أما بذات الخطوات الواحدة؟ أتظنون أيضا أننا نحتج لكم؟ أمام الله في المسيح نتكلم، ولكن الكل أيها الأحباء لأجل بنيانكم، لأني أخاف إذا جئت أن لا أجدكم كما أريد، وأوجد منكم كما لا تريدون، أن توجد خصومات ومحاسدات وسخطات وتحزبات ومذمات ونميمات وتكبرات وتشويشات. أن يذلني إلهي عندكم إذا جئت أيضا وأنوح على كثيرين من الذين أخطأوا من قبل ولم يتوبوا عن النجاسة والزنا والعهارة التي فعلوها. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا، آمين. الإصحاح ده بيتكلم عن إعلانات الرب للقديس بولس الرسول، والإعلانات ده هي كانت إعلانات قوية وفيها ارتفع إلى السماء الثالثة زي ما بنقرأ في العدد رقم 2، واختطف في الجسد، وبيحكي عن خبراته الشخصية. ورغم أن هذا الارتفاع وهذه الرؤى القوية، إلا أنه لا يفتخر إلا بضعفاته. ويقول له كده المسيح: لما أعطيت شوكة في الجسد، الشوكة ده هي كانت عبارة عن يا ألم في ظهره، يا ضعف في عينيه،
يا بعض الأمراض الجلدية. بولس الرسول كان بيتحرك كتير سائر على الأقدام، وسائل المواصلات طبعا أيامها كانت محدودة خالص، وكان بيعدي في غابات، والغابات دهية كان فيها البعوض والناموس، وربما يكون اتعرض لحمات الملاريا اللي كانت بتسبب نوع من الالتهابات في الجلد. يقول كده: لألا ارتفع بفرط الإعلانات أعطيت شوكة في الجسد، ده في عدد 7. والإعلانات السماوية اللي هو شافها كانت عبارة عن نعم كثيرة أعطيت له، وزي ما قال في أول إصحاح أن أأتي إلى مناظر الرب وإعلاناته. مع الضعف اللي هو كان فيه قال كده: أن الله يكمل كل ضعف فيه بقوته، الله يعطيه القوة. وهو بولس الرسول اللي قال في رسالة فيليبي: أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. ده مردود للآية دهية. والقديس بولس الرسول يقول: بكل سرور أفتخر في ضعفاتي لكي تحل علي قوة المسيح. من افتخر زي ما قال قبل كده، من افتخر فليفتخر بالرب، وده الفخر بتاعنا. فيش حد يفتخر بأي حاجة تكون في حياته، وأي نعمة أو موهبة أو عطية أعطاها الله له هي عطية من عند الله، هي بركة من عند ربنا، ليس بمجهودك ولا بقوتك ولا بشرطك ولا على استحقاق بأي صورة من الصور، هي نعم الله التي يسكبها على أبنائه في كل مكان. عشان كده افتخر بضعفاتك لكي تحل عليه قوة المسيح باستمرار. وبيأكد في الإصحاح ده أنه لم يثقل على أحد، يعني ما أحرجهمش أو طلب منهم طلبات زيادة باعتباره الخادم بتاعهم أبدا. كان بيشتغل بإيديه، كان بيتعب، كان بيصرف على نفسه، كان بيبذل مجهود كبير خالص، وقال كده: لأني حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوي، زي في عدد 10. وبينهي الإصحاح وهو بيتكلم أنه بيقدم لهم هذه التعليم كلها علشان يقويهم ويخليهم دايما في حال قوي، تايبين، بعيد عن الخصومات والتحزبات والمزمات والتشويشات، ويعيشوا في نقاوة بعيدا عن خطايا النجاسة والزنا والعهارة اللي عاشوا فيها سابقا. بيكتب لهم الرسالة علشان بنيانهم الروحي، وكل وصية في الإنجيل هي من أجل بنيانك الروحي الشخصي. ربنا معكم.